هذا الذي قلته صحيح، لأن التأثير غالبا يكون على وفق الهوى وعلى وفق النفس الأمارة بالسوء، يعني أن الباطل يؤثر أكثر مما يؤثر الحق. فالمضمون أن المحجبة تكتب من الساترة وليس أن الساترة تكتب من المحجبة، وهذا أنا ما أشرت إليه في الخطبة، أنه يوجد شيء أستطيع أن أسميه الغيرة، ليس فقط تغار من ضرتها، لا، أنا هاي أجهز أنا أريد منه لا أجهزي لي أريد منه من جملتها، أنا هاي كافرة أنا هم قد أصير كافرة أتيادي وعلى الله. وهذا شيء طبيعي، أي طبيعي شنو، أو مقصري طبيعي للشهوة والنفس الأمارة بالسوء أتيادي. فإن لم أكن كافرة فخلي أطلع جملة شعري، خلي أطلع رقبتي، خلي أطلع ساعدي، خلي أطلع ساقي، مثلا تفكير تركب به المرأة وهل هم الجزاء إلى أن تحب بالمرة، ما لك ياهي لا للآخرة فقط. أنا الخطبة قصدت أكثر من ذلك، وهو العتب على المحجبات أن يصادقن الساترات وأن يعتنين بهن وأن يعني يتعاملن معهن، وهذا كله غلط، هذا كله إعانة على الجن. فعلى ذلك يكون كفر ولا ما هو كفارته؟ أنت هاها عن الملك، صادق ما يخالف، لكن قلها أنه على أمل أن تتحجبي، وعلى أمل أن تطيعي، وعلى أمل أن تصلي، وعلى أمل أن تصومي. أما أنه أنا أرضى بك على كفري وعلى عصيانك وتجاهرك بالفسق والعياذ بالله، يعني معناته معنى ذلك شنو؟ أنه أقل الإيمان ما موجود، وهو الانفجار القلبي تجاه هذا هذه الظواهر العصيانية والمؤسفة، معناته أنه هي تنفع على سفورها وتتعاون معها بالرغم من عصيانها. هذا هو الجرم والإثم أمام الله، يعني كونها محجبة لا يعني أي شيء، إذا تعمل حرام من حيث تعلم أو لا تعلم. فنقول لها كما قال الشاعر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم، والله أنها تدري وأن المصيبة أعظم. أيضا هي لا تجهل ما هذا الذي أقوله، لأن تجي هي مجان سوي، هي مجان سوي صعبتها المجان سوي، ولعله شرها هي أجيب، لأنها تارك لما هو أفضل، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ليس منطقية بينهما صديقته لقى عدها ونحن ذلك، بل تقول لها بأنه ينتينه في القصر إلى هذه الدرجة، لا أقل تحجبه ولو برسلة معينة أو بتدريب لو سقطت عليه، لا لا لا، إنما العلاقة الجوية خالصة بين بين المرأتين مثلا أو بين جماعة النساء، كأن الأمر بالمعروف خاص بالرجال وليس عاما للنساء، وحتى أن بعض الرجال يشعر كأن الأمر بالمعروف خاص بالرجال بدون الحوزة، لا العظام ما عليها، خلي شيء كل ما يصير، كل هذا من الأخطاء من تسويل إبليس عليه اللعنة، ليس أكثر من ذلك.